مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام في برنامج يسر، نتحدث عن صناعة الفن في الشريعة الإسلامية، وينضم إلينا إلى هذه الجلسة الدكتور فضيلة الدكتور عثمان عمر المحمد، كبير وعاظ في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي. كنا نتكلم دكتور، بداية أرحب بك حقيقة. مرحبا، حياكم. تكلمنا عن معنى الفن وبدأنا بالحديث عن موقف الشريعة من الغناء. الدكتور محمد حقيقة قال بأنه الغناء إذا جرد عن الآلات الموسيقية، إذا كانت الكلمات طيبة تدعو إلى القيم تحض على طاعة الله إلى آخره، الكلام هذا تلحينه من دون آلات موسيقية لا حرج فيه، إنما يبدأ الحرج إذا رافقه آلات موسيقية، وذكر بعض الأدلة على تحريم آلات الموسيقية. وأنا أريد حقيقة أن أقف عند هذه المسألة، آلات الموسيقى اليوم لماذا هي محرمة؟ وأنا قلت حقيقة قبل الفاصل إنه هي آلات الموسيقى الآن وظيفتها أن تخرج لنا مقاما من مقامات الموسيقى المعروفة حقيقة، وبالتالي يطرب الإنسان لسماعها. طالما أن هذه القطعة الموسيقية تقال بالكلام، والكلام نقول أنه ليس محرم، لماذا نحرم الآلات الموسيقية؟ قد يقول قائل، هكذا أنقل لك وجهة النظر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. أولا، المؤمن يجب أن يكون وقافا عند حدود الله، فما أمر الله تعالى به عبده يجب أن يطيع، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. هنالك أمور تعبدية يعني قد لا نعرف الحكمة منها، وهنالك أمور الحكمة فيها جلية واضحة. أولا، المعازف بذاتها يعني تجعل القلب يميل إلى، قد يكون إلى الفاحشة، قد ولا في جزم في أغلب الأحيان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، يعني نص القرآن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع في القول هو ترقيق الصوت، ترقيق الصوت، والحديث كان عن أمهات المؤمنين وهن محرمات على هذه الأمة إلى يوم القيامة، تحريم تأبيدي. ولهن قداسة عظيمة في نفس كل مسلم. صحيح. فعندما نقول يعني الله سبحانه وتعالى نهى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يرققن أصواتهن، بمعنى أن ترقيق الصوت يطمع الآخرين ويميل قلب الآخرين إلى ترقيق الصوت. قد يقول قائل، نعم، أن هذه الموسيقى ليس فيها ترقيق، ربما تدعي للجهاد للإقدام، يعني ربما العلة لا تكون، ما دام أن النهي موجود، عرفنا أو لم نعرف، قد نعلل في بعض المواقف وقد لا نعلل، ولكن هنالك أحاديث عديدة. الحديث الصحيح كما ذكره أخي الأخ الدكتور، سيكون من أمتي أو لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة يعني الزنا، والحريرة على الرجال، والخمرة على جميع الناس، والمعازف. والحقيقة ما صح حديث في تحريم المعازف إلا هذا الحديث، ولكن الحكم يثبت بحديث واحد، علما أن هنالك يعني أحاديث عديدة هي ضعيفة، والأحاديث العديدة الضعيفة لا تزداد ضعفا وإنما يقوي بعضها بعضا. فهنالك نصوص تقول إياكم وسماع المعازف والغناء، فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشبة، وفي رواية كما ينبت الماء البقلة. طيب دكتور، أنا اسمح لي وممثل وجهة نظر الأخرى، يعني طالما تعلل الموضوع بنبات النفاق، يعني لو قال لك إنسان أنا أسمع لكن لا ينبت في قلبي نفاق، بل على العكس تماما أرتقي وأصاب بحالة وجدانية يعني تجعلني أقدم على فعل الخير، ماذا نقول له؟ الحكم للعام وليس للخاص. الحكم للعام. فعامة الناس يتأثرون بهذا، يعني يتأثرون، يعني مثلا ننتقل لموضوع آخر، مثلا الغناء مع النساء والعري الموجود، نعم، فهذا اليوم نقول عنه فن، والحقيقة هو عهر وليس فن. ولو احتكمنا إلى بعض الفنانين
عندما ينصفون أنفسهم يقولون هذا. أنا في يوم من الأيام كنت أسمع لدريد لحام هذا الفنان المشهور فتكلم عن هذا الفن وعابه عيبا يعني فظيعا. طيب. ولم يرضه وهو فنان وليس عالم دين. طيب أنا معي أيضا مخرج سينمائي أستاذ نبيل المالح، ما رأيك أستاذ نبيل؟ أنا إشكاليتي في كل هذا الحوار يعني بأن هنالك مجموعة من المسلمات التي هي نهائية وقطعية والتي لا أستطيع النقاش فيها. نعم. يعني أنا لست مؤهلا لمناقشة حديث نبوي أو فقهي أو إلى آخره. أنا أناقش بالعقل، أناقش هل الفن ضرورة؟ هل نشعر بأن الغناء، الموسيقى، كل ما يتبع ذلك، هل ذلك هو ضرورة حضارية وإنسانية لي؟ أنا أشعر بأنها ضرورة، هذا هو الموضوع. من هنا أستطيع النقاش، لا أستطيع النقاش حول شيء قيل منذ ألف. لماذا ضرورة؟ كل أنواع الفن هي ارتقاء بالإنسان، وهذا ما أراده الله منا، أن نرتقي بإنسانيتنا ونرتقي بعقلنا ونرتقي بإبداعنا. فبالتالي بالنسبة لي الفن هو قدرة على التعبير عن شيء أرقى مما نحن فيه. في المحصلة العامة بعتقد بأن المنتج الإنساني قدر يحقق كثير من الإنجازات الهائلة جدا. ما بنكر بأنه في أشياء كثيرة بالفن هي قد تكون تلفيقية وقد تكون تزويرية وقد تكون مضرة، ولكن هذا جزء جدا ضئيل وسخيف. ويعني عندما نسمع الأغاني التي غنيت من أجل هتلر فرضا، نكتشف بأنها أغاني هي لتمجيد نوع من أستغفر الله ألوهية شخصية. فهذا مرفوض في النهاية، نهائيا مرفوض. ولكن نكتشف بأن ما أنتج عامة إنسانيا هو ارتقى فينا كبشر، جعل علاقاتنا إحنا كبشر أجمل وأحلى، بعدين قربت الموسيقى، قربت الناس مع بعضهم، لغة عالمية، عالمية، لغة عالمية. فليس هنا ليس المهم الآلة، المهم المنتج، ليس المهم بأنني أملك صوت، المهم الذي أقوله. فليس المهم أن أقول شعر أو نشيد، من هو، ما هو هذا النشيد، ما هو المقال. لكن ألا تعتقد أستاذ نبيل بأنه على مسرح الحياة العملية اليوم الفن يؤدي دورا سلبيا في حياة الإنسان، لا سيما كما أشار يعني الدكتور موضوع العري، موضوع تحريك الغرائز؟ أنا أعتقد هذا الموضوع فعليا مزعج من ناحية مهمة. حياتنا البشرية نحن لا نعيش فقط في الجنس، لا نعيش فقط في الإغواء، هنالك أشياء أخرى في حياتنا مهمة جدا. أول شيء لا أحد يتكلم عن كرامة الإنسان، كرامة الإنسان. ممكن تتكلم عن كرامة الإنسان؟ كرامة الإنسان نعطي نحن اهتمام أكثر إنه غنى أو ما غنى أكثر مما نعطي لكرامة الإنسان. هذا واحد، لاختياره، لقدرته على الاختيار، لقدرته على تحقيق حياة كريمة. هذه هي عناوين رئيسية لحياتنا كبشر. فبالتالي يصبح الموسيقى تفصيل، وهي عبارة عن منتج نرتقي به يستطيع أن يجعل حياتنا أجمل. جميل. ولكن لا يمكن أن نختصر الحياة الإنسانية لإغواء وفتنة، وما هذا يصغرنا كبشر ويجعل منا أقرب إلى الحيوانات. هنالك لا أنكر بأن هنالك في المجموعة البشرية الموجودة على الكرة الأرضية هنالك الكثير من الحيوانات أو التفكير الحيواني، ولكن هم يشكلون ظواهر مباشرة نكتشفها ونفرزها ونرفضها. ولكن ظاهر العام نحن بشر حلوين، نريد حياة كريمة وجميلة، نريد علاقات أجمل، نريد أن نعيش حياتنا. وما يربطني بالآخرين هذا الخط الذي
يستطيع الفن في كثير من الأحيان أن يربطنا فيه كبشر. جميل. أنا أود أن أنتقل إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، سمعت ما دار من نقاش، حقيقة أود الآن أنتقل إلى موضوع التمثيل. الموضوع الغناء ربما يعني سمعنا إلى الرأيين ورأيكم حول هذا الموضوع، مع أنه أنا أريد أن أختم بس فقط أنه هناك من العلماء يعني على رأسهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان له موقف وكان يجيز، يعني حتى نقول من الآخر كان يجيز الاستماع إلى الأغاني بضوابط معينة. أريد أن أبدأ بموضوع التمثيل، ما رأيك الآن برسالة التمثيل وهل هي جائزة في الشريعة الإسلامية؟ نعم، أولا نحن ننظر إلى التمثيل بأنه وسيلة من الوسائل، وهو مختلف عن ما يتعلق بالغناء والآلات الموسيقية، فهي قد وردت فيها بعض النصوص في هذا الجانب، سواء بالنسبة لتزيين الصوت رويدة كيان جشة أو بالنسبة لآلات اللهو في النهي عنها. بالنسبة للتمثيل هي وسيلة من وسائل الإيضاح، فننظر إليها بأن هناك تفصيل في هذا الجانب، لابد أن يكون المقصد من هذا التمثيل مشروعا وألا يكون فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية. نعم، هناك اتجاه من بعض المعاصرين بالتحريم المطلق، ولكن الأرجح الذي لم يجد الدليل أو النص في تحريم التمثيل، وإنما جعل الأصل في الأمور الإباحة كما هو من خلال استقراء نصوص الشريعة، ووضع ضوابط لهذا التمثيل. أولا ألا يكون هناك تمثيل للأنبياء والصحابة، فكل من له حرمة ومكانة فإنه لا يتم التمثيل بالنسبة لهم، وهذا ما رأينا في كثير من القنوات الفضائية، تمثيل للصحابة الكرام وتمثيل للخلفاء وغيرهم. أنا أريد أن أعلق على أو أعقب على هذا الموضوع، أنه هناك من يعني سلة من العلماء المعاصرين أجازوا، لا سيما مسلسل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي عرض مؤخراً. أنا عندي تعليق على موضوع الإجازة. أنا جلست مع الأخوة الذين قد أجازوا ذلك، فقالوا نحن أجزنا النص ولم نجز التمثيل، فهم يفرقون بين النص والتمثيل، ونسب إلينا نحن في الكويت بأن هيئة الإفتاء قد أجازت هذا النص، وفي الحقيقة هي أجازته كنص ولم تجز تمثيله. هناك فرق بين إجازة النص وإجازة التمثيل لهذا النص والزيادات التي تكون فيه. لكن يعني على, 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 على رأس العلماء الذين أجازوا الدكتور يوسف القرضاوي، الدكتور سلمان عودة، الدكتور علي الصلابي، وصلنا من العلماء وأسماؤهم كانت يعني تكتب مع بداية المسلسل. أعتقد أن هناك فرق بين النص وبين التمثيل لهذا النص، هكذا نقل لي، لأن يعني استغربنا من هذه الإجازة لهذا التمثيل، ولكن برر لكثير منهم بأنه قد أجاز النص ولم يجز التمثيل، بل نسب إلينا نحن في الكويت في هيئة الإفتاء أننا أجزنا هذا الأمر واسمنا موجود. طيب. لكن في الحقيقة الإجازة للنص كنص كأحداث وليس أن يتم تمثيلها، وهذا يعني أمر مهم في هذا الجانب. إذن دكتور، هناك ضوابط أخرى تتعلق. أنا سأعود إلى الضوابط، لكن إجمالا فضيل الدكتور، أنت يعني ترى أنه التمثيل جائز بضوابط معينة، وألا أو أولى هذه الضوابط ألا يتناول شخصيات يعني كالصحابة أو الأنبياء ونحوه. نعم. أنا أريد أن يعني أستمع إلى رأيك أستاذ نبيل حول موضوع التمثيل، وأنت يعني مخرج، لعله يعني أنت في هذا الجانب أقرب من جانب موضوع الغناء والآلات يعني الموسيقية. هو دائما حتى في القرآن الكريم هنالك قصص جالوت وهاروت، صحيح، وقصص الأنبياء، قصص الأنبياء هنالك قصة تسرد، هنالك أدوات. اختلف التاريخ الآن 14 قرن على ذلك الزمان، اختلفت وسائل الإيصال. جميل. يعني الآن ما عدنا نوقف ب 100 إنسان نطلق فيهم خطبة، نقدر مثل ما قاعدين هلا نحن عم نحكي مع مليون مشاهد الآن. صحيح. فالآن اختلفت الأدوات، هذا واحد. النقطة الثانية، لما بنقدر نحن نشخص المفاهيم فنحن نصنع القدوة، نصنع البعد الأخلاقي، نصنع البعد الإنساني، بحيث أنه نوصله للمشاهد أو المستمع أو
كما تحاول كل الفنون أنه تحاول تقدم بطريقة ما بأدواتها الأدوات الممكنة تقدم للناس الأعلى الأفضل الأجمل فينا كبشر. فالتمثيل هو أداة، يعني مثل ما الميكروفون أداة. يعني بالنسبة لي أنا عندي الميكروفون وعندي الكاميرا وعندي الكرسي وعندي المكان، بس عندي كمان ممثل هو أداة لإيصال فكرة. فلا نستسهل هذه الأمور. بعدين في نقطة تانية جدا مهمة بكل يلي عم نحكي، نحن في القرن 21. طيب. في معطيات، نحن في عنا رغبة كبشر كعرب كمسلمين بأنه نكون في إنا قيادة معينة، قيادة أخلاقية إنسانية إبداعية فكرية على مستوى العالم، ليس بالمكتوب فقط وإنما بالفعل وبالمنجز الإنساني. فلا يمكن أن يتم ذلك بأنه العالم يسير في اتجاه ونحن نسير في اتجاه. نحن نستطيع أن نكون وفقنا ومرت علينا قرون من القيادة، القيادة الفكرية الأخلاقية الإبداعية. لما بتروح لقصر الحمراء بتكتشف بأنه حتى اليوم هو محج للناس للبشر ليشوفوا وعليه في الجمال والإبداع. أنا أريد أن أسأل هنا وأنت على رأس عملك موضوع أنا الذي فهمته أنه التمثيل يؤدي رسائل، يبعث رسائل للمشاهد من خلال مسلسل، من خلال فيلم إلى آخره، مسرحية إلى آخره. لكن هذه الرسائل متعددة، ربما تكون إيجابية وربما تكون سلبية. أنا الذي فهمته دائما تقول أنه نحن لا نرسل إلا رسائل إيجابية، رسائل إيجابية. هناك بعض الرسائل سلبية سلبية سلبية، هل طيب توافق أم لا؟ لا وافقك، بس كمان وافقك كمان بنفس الوقت بقول لك بأنه في كثير من شيوخ الإسلام الآن في خطبهم هم رسائلهم سلبية. الآن خليني أعطيك مثل كنت عم أفكر فيه برا. بالوقت الحاضر بهاي الأيام العجيبة اللي عم يعيشها الوطن العربي، أنا سوري، منشوف فيلم منلاقي بأنه كل الحدث يجري حول إنقاذ حياة طفل، أنه صار معه مرض، صار معه جرثومة، صابته سيارة إلى آخره. فنحن نتابع العمل وبشغف لنعرف شو صار مع هالإنسان، بس بنفس الوقت بكل بساطة نسمع عن قتلة 10 و20، بنسمع في مكان ما قتل 50 إنسانا شخصا، هنا 120، صارت أرقام. نحن ذائقتنا وحسنا الإنساني جدا دهور بطريقة إيصال المعلومة، إيصال المعلومة. فبالتالي هلأ بالوقت الحاضر كيف نستطيع أن نسمو ونرتقي بإيصالنا أي أداة؟ إيصالنا لفهم الحالة الإنسانية. وأنا بقناعتي الآن مشكلتي أنا كمواطن بهالعالم هذا العجيب، أنا لا يعنيني شيء غير كرامة الإنسان. كرامة الإنسان يبدو لي الآن هي صارت اسمح لي اطلع فاصل وأعود إلى هذا الموضوع. مشاهدة الكرام كونوا معنا.